اول حاجه مرحبا بك معنا يعني في لقاء حصل من الكواليس ديال هذه السلسله الرمضانيه. اول سؤال هو قربينا شويه من هذا الدور ديالك في هذا السيت كوم. مرحبا بكم في البلاطو ديال السيت كوم كلنا مغاربه. الشخصيه ديالي شخصيه الغزال، هي اخت عبد اللطيف مول مصبانه، وهي الكونسيرج ديال الاماره اللي كيتواجدوا فيها السكان ديال هذيك الاماره، وفي نفس الوقت هما العاملين في لوزين ديال كابلاج. شخصيه زوينه مختلفه، حميمقه كيف ما تعود عليا الجمهور المغربي. كل مره كنحاول نخرج بشخصيه، وهذه المره يعني كنشوفوا شخصيه ما بين كونسيرج اللي كتقل العمل ديالها ومتفانيه فيه وكيعجبها، وفي نفس الوقت من البنات ديال هذا الجيل هذا اللي مبليين شويه بالانترنت بالصور باللي ستوري باللي فولورز، يعني غيشوفوا واحد الجديد مختلف. ابتسام، كما قلتي دابا باللي الجمهور اللي فعلك واحد الشخصيه حميمقه كول، يعني واش انت كتختاري الادوار ديالك اولا المخرجين اللي كيفرضوهم عليك اولا اللي كيعرضوهم عليك؟ صراحة أنا كنلعب دائما، يعني عندي واحد الميزة وكنقول الحمد لله، هو أنهم ما كيناش غير في الكوميديا، يعني كاين حتى في الدراما، يعني كنلعب دراما كنلعب الكوميديا، كيكون الاختيار من عندهم، كتجيني لا بروبوزيسيون وأنا كندير لي غوشيرش ديالي في الشخصيات. كيف جاك التصوير خصوصا في هذه المرحلة ديال الكوفيد؟ وديجا تعودنا السنة اللي فاتت اشتغلنا في نفس الظروف، كنطلبوا ربي السلامة، كنديروا احتياطات ديالنا، الحمد لله لا برودكسيون هنايا موفرة لينا جميع الشروط ديال الأمان، والناس هنايا تبارك الله كلشي واعي بالخطورة وأشنو كاين، فاحنا هنا كأسرة يعني كلشي كيضرب الهم، كل واحد كيضرب الهم الآخر. ابتسام، الجمهور ديالك والمتتبعين ديالك عارفين باللي أنت حاليا قريبة تولي ام، يعني كيفاش ندوف كل ما هو مهني، كيفاش انت هذا العام خدامه وحامله، يعني كاين صعوبات الوحام شي حاجه بحال هكا؟ وضروري ضروري، مي الحمد لله الحمد لله. كنقول مرة حامله راه ماشي ما كتكونش مريضه، راه حامله اكيد كيكون اختلاف، كيكون شويه العياب الزايد، كيكون ما عرفتش كيكون اختلاف، يعني ماشي انت هي انت، مي الحمد لله زعما الناس كلهم اللي خدامين معايا هنا، لا كيف ما قلت شركه الانتاج ولا الطاقم الفني ولا التقني، كله زعما كلهم تساعد معايا وكنشكرهم بزاف من هذا المنبر. شي طبيب وقعت لك يعني ام التورناج تهيتي شي حاجه اولا الاكله اللي كتشهيها وانت خدامه ولا جاتك في بالك؟ والله الا صراحه زعما واحد النهار اللي خرجت تشيت صغير مريقه بطاطا والزيتون بطاطا والزيتون وصافي، عرفتي وكلشي بدا كيقلب على فين غادي يجيبوا هذيا اشنو غادي يديروا، وكنت خارجه كنت خارجه صافي لو لوندوما لقيتهم وجدينها ليا فريمون زعما كليتها. ابتسام، شنو هما عندك شي اعمال اخرى من غير هذا لو سيت كوم ان شاء الله في هابو هذا رمضان؟ كاين تيليفيلم اخر كلام المخرج ديالو عهد بن سوده، وان شاء الله كاين مسلسل من بعد رمضان اللي صورته ديجا، واكثر حاجه كنقول للناس انهم يتفرجوا في كلنا مغاربه اللي من كتابه بشرى ملاك اللي كنقول لها تبارك الله عليها، وصفاء بركه المخرجه ديالنا اللي ديجا اشتغلت معها السنه اللي فاتت ولفت عليها تبارك الله عليها حتى هي. شكرا لشركه الانتاج في شخص خالد النقري اللي اختارني وكيثق فيا دائما، والجمهور المغربي اللي كيساندني حتى هو، كنقول ليه ان شاء الله يكون في الموعد ورمضان مبارك سعيد لهم كاملين. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي، ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.